نبدأ من المغرب، حيث حذرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من انتقال الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا من المستوى الأخضر الضعيف إلى المستوى البرتقالي المتوسط. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الشهري للوزارة حول تقييم الحالة الوبائية لجائحة كورونا في المملكة. بعد فترة بينية استمرت 3 أشهر منذ الأسبوع الأول من شهر مارس 2022، وتميزت بانتشار ضعيف إلى جد ضعيف لفيروس سارس كوف 2 في مختلف جهات بلادنا، ينتقل انتشار الفيروس من المستوى الأخضر الضعيف إلى المستوى البرتقالي المتوسط، خاصة بالمدن الكبرى، حيث ارتفع معدل إيجابية التحاليل بشكل تدريجي للأسبوع الرابع على التوالي من 0.6% ليصل إلى 5% في الأسبوع الأخير، وأصبح مؤشر توالد الحالات يساوي 1.19. وموازاة مع ارتفاع مستوى انتشار الفيروس، فإن الحالات الخطيرة والحرجة الجديدة الوافدة على أقسام العناية المركزة والإنعاش لم تعرف تغيرا ملموسا أو ملفتا، حيث إن العدد يبقى ضعيفا ولا يتجاوز 20 حالة جديدة في الأسبوع، أي أقل بكثير من 1 لكل 100,000 نسمة.